أها. ولكن يعني أنا بالتأكيد هنا ستطرح الكثير من التساؤلات خصوصا على الأسرى، ولكن دعنا سيد أنور نفيد أو هذا العاجل الآن على شاشة الحدث. إسماعيل هنية أو نجل إسماعيل هنية ينعى يحيى السنوار فيما يشبه يعني إقرار بأن يحيى السنوار بالفعل تم اغتياله، وأيضا بعض الناشطين التابعين لحركة حماس يعني نعوا يحيى السنوار على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب، المسألة والقرار الميداني سيد أنور كيف سيتأثر في هذه المرحلة مع غياب السنوار، وأيضا قبل ذلك ما قيل أو على لسان إسرائيل بأنه استهداف أو اغتيال لمحمد الضيف؟ الآن المسألة، من هم الاثنين الآخران الذين كانوا مع السنوار؟ وهذا سؤال مهم جدا، وطبيعة الشخصيات المرافقة له أيضا سيكون لها تأثير آخر، بمعنى هل إذا كان شقيقه محمد السنوار معه، أو قائد كتيبة رفح، عفوا قائد لواء رفح محمد شبانة، هذا يعني أن الأمور ستكون أكثر صعوبة وأكثر تأثيرا على واقع الحركة الميداني، وتحديدا في الجانب العسكري، رغم أنه ما زال هناك بعض أو العديد من القيادات العسكرية المحترفة التي لها باع طويل، أو بمعنى هم من مؤسسي كتاب عز الدين القسام، ما زالوا يقودون المعارك في الميدان، ولكن مستواهم ومستوى تأثيرهم ليس كما هو السنوار أو محمد يحيى السنوار أو شقيقه محمد. المسألة الآن هناك على الصعيد التنظيمي، على سبيل المثال على صعيد قيادات الحركة التنظيمية، لا يوجد أي حضور لهم في الميدان حتى بين الناس، لا يوجد لهم حضور، لا يوجد لهم أي حراك. ما يجري الآن على الأرض هو من يقوم بأعداء حماس الآن على الأرض هي منظومة العمل الحكومي، هي التي ما زالت تفرض حضور ووجود حركة حماس. طيب، ولكن الشخصيات التنظيمية غائبة عن الساحة، إما تم اغتيالها وجزء آخر غادر الوطن قبل 7 أكتوبر، وجزء آخر حركة مقيدة، وبالتالي أنا تقديري أن الأمور ستصبح أكثر فوضوية، يعني أكثر طيب فوضوية. وهنا سيد أكثر وديع الخطورة، طب أكمل هذه النقطة سيد أنور. نعم، كنت تتحدث عن خطورة. نعم، الخطورة تكمن أنه عندما يغيب